إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مثل ما تلاحظون هذا هو الأرنب معي. لو نقوم فحص الأذنين يعني حتى نتفادى مشكل تسمغ الأذان، فلو نقوم بعملية فحص الأرنب فإن شاء الله فقط يتوقف. لاحظ معي يعني لو تركز جيدا راح تلاحظ بأن هنالك لون أصفر. إذا نحاول أننا نمسك الأرنب، الأرنب يريد الذهاب، فلو ركز يعني مع لون الأرنب إذا فقط نقوم بعملية. فلاحظ معي لو تركز مع الأذن الخاصة بالأرنب راح تلاحظ بأن هنالك يعني بقع صفراء لربما يعني لا تظهر لكم بشكل جيد. لاحظ 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 هنا، إذا بقع الصفراء يعني راح تبدأ من الآن تتشكل، لذلك فتسمغ الأذان لا محالة يعني سيصيب هذا الأرنب. بالتالي كيف راح نقوم ب يعني تفادي هذا المرض في البداية؟ فهنا راح أقوم بمسح الأذنين الخاصين بالأرنب. إذا يحاول الهرب، فنحاول أنني أقوم بمسح الأذنين الخاصين بالأرنب كاملا عن طريق هذه المناديل الورقية. هذه المناديل الورقية يعني هي اللي خاصة بالأطفال، يعني يمكنكم إيجادها. هناك يعني عدة ماركات يعني لا أقوم بالإشارة لهذه الماركة، فيمكنك يعني استخدام هذه المناديل الورقية. فمباشرة يعني راح تقوم بأخذ ورقة من هذا الشكل. لاحظ إذا بهذا الشكل، وراح تقوم بعملية تنظيف لأذني الأرنب جيدا. حذري أنك تستخدم القطن يعني وتقوم باستخدام يعني عود وتضع يعني القطن داخل أذن الأرنب، وإلا فرح تحدث مشكلة. إذا لاحظ معي، لاحظ يعني بداية الأذنين يعني راح تبدأ تصاب بالتسمغ، لذلك يعني سنقوم بتفادي هذا المرض في البداية يعني ونقوم بعلاج هذا الأرنب. إذا راح أقوم بإيقاف التسجيل، نلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل. إذا لكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.